طب السلام عليكم. انا اسمي اماني عبد الفتاح محمد، طبيبه بعثه منتخب مصر او بعثه مصر كلها يعني، وانا في اللجنه الاولمبيه. الحمد لله من ساعه ما جينا الجزائر وهران كميه الترحاب اللي شفناها من الناس غير طبيعيه. الناس كلها بتحاول تساعد على قد ما تقدر وبابتسامه الحقيقه. والجزائر شعب شقيق، مش اول مره اجي الجزائر يعني، بس اول مره اجي وهران. الاقامه كويسه جدا، القريه ككل قريه جميله جدا، جديده نظيفه، اكويبد كويس قوي. الاكل الحقيقه كويس برضو قوي يعني، الحمد لله فطار وغدا وعشاء كل الاوبشنز مطروحه. فشكرا شكرا جدا جدا للشعب الجزائري على حسن الاستضافه. البعثه المصريه تراهن على ميداليات كثيره ان شاء الله. ان شاء الله. كم كالعادة. كم لا بقدرش اقول، ده توفيق من عند ربنا، لكن ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. اقامه طيبه في الجزائر. ربنا يخليك، ميرسي جدا على حسن الضيافه. السلام عليكم. محمد عادل، حكم تايكوندو الاتحاد الدولي من مصر. ما شاء الله القريه جميله جدا، الاستقبال كان فوق العادي. احنا طبعا بنسعيد جدا ان احنا في دولة عربية شقيقة، جوة الجزائر يعني بصراحة، وهران في القلب طبعا، يعني حاجة فعلا رائعة. الجو فعلا رياضي جدا جدا يعني، انا اتمنى ان احنا نلاقي ابطال اولمبيين ان شاء الله من وهران نفسها. الدورة دي هتبقى ان شاء الله باذن الله اتوقع لها من انجح الدورات البحر المتوسط الموجودة، وان شاء الله باذن الله تبقى افتتاح خير كده. ان شاء الله نشوف وهران تستضيف دورات احسن ان شاء الله واعلى ان شاء الله، زي دورات بطولات العالم والحاجات دي. ان شاء الله عندهم الامكانيات والمكان رائع جدا يستضيف كل الدول اللي موجودة. بصراحة انا انبهرت جدا بالمكان هنا وطبيعة الجو. بصراحة انا كنت متخيل الجو هيبقى حر، لا ده الجو ممتع يعني، من احلى الاجواء اللي انا واحد شافها يعني. الحمد لله، وشاكرين جدا لحسن الاستضافة من الجزائر الشقيق، وهرم في القلب. شكرا. اهلا. انطباعات بعد